الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو يستحب الربا. التعبير بكلمة خالدون هنا معناها أنهم لن يخرجوا منها صفة الخلود، ولا بالشفاعة المرابدة، ولا بالشفاعة أي خالدون. أنا خالدون انتهى. لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. طب أقول لك شيء، جمعنا مثلا 20 عالم مثلا، يعني 15 عالم من هو كلهم ثقات مثلا، أضرب مثال قال منهم 15 إن البنوك الحالية والمصارف الحالية ليست ربا. طيب وقال 5 فقط أو 2 فقط من أهل الثقة أيضا إنها ربا. بالله عليك يوقع في قلبك أنت إيه؟ شك. طيب يعني إيه؟ شبهة. أحطاط. الله يرضى عنا. صحيح. أنأى بنفس عن الشبهة. الله يرضى عنا. إيه كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني في الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. صح. هذا الكلام بس ده احطط لنفسك واخد بالاخر. الانسان اللي عايز ازاي بالضبط ايه؟ وده خلي بالك انت داخل على ازدحام شديد، والازدحام ده فيه حاملين منهم كثيرين للانفلونزا. تعمل ايه؟ تعدي على الصيدليه تجيب بتاع زي القناع الكمامه دي بتاعه الطبيب بتاع العمليات تحطها. ليه؟ احتياط. احتمال يجي مسافر سفره معانا يقول له لازم تاخد تطعيم الحمى الشوكيه، حمى مش عارف. يقول والله يا اخي ما في. اقول له خد احتياطي. ليه؟ يخاف على صحته. طيب الا اخاف على ديني؟ طيب بلا. في الخمسينات وفي الاربعينات ما كان عندنا لا بنوك لا مصارف اسلاميه ولا غيره، صح؟ صحيح. فخذه واسكت. طب هنعمل ايه؟ نقول خلاص احفظها ولا تاخذ منها شيء. الان الحمد لله رب العالمين اصبحت لها تواجد. طب يا اخي شجعها. لكن لا هي زيها زي هذا. هو السفسطة في هذا الموضوع بالذات لا ترسو بنا على حل ولا على شاطئ. يعني المسألة مسألة تحديد نسبة البنوك، تحديد كذا، الموضوع فيه تفصيل يحتاج إلى حلقات وحلقات في هذا البرنامج. شوف لك شيء. نعم. يعني الربا لما نسمع كلمة ربا وبعض العلماء قالوا إن الأماكن دي ربا، أنا هاجي على الرصيف اللي فيه المكان ده وأعبر الرصيف ده عشان أجيب لك. بالمناسبة فضلتك تميل البنوك الربوية موجود الموجودة هنا. طبعا. ربوي والاسهم بالمناسبه فعلى هامش السيره. والله لا الاسهم فيها كلام يعني طبعا الشركه اللي هي فيها واحده شركه بتبيع السجائر، شركه بتبني فنادق فيها خمور فيها رقص، اسهم بتتكلم عن تبني سينمات ومسارح واشياء من هذا القبيل. سبحان الله شركه تخرج مشروب للبيره ولا غيره ويقول لك ده سهمها حلال. لا 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 يعني لما سألت الأسهم في حد ذاتها أصلا إذا كان لشركة تتاجر في أمر حلال ولا يتلاعب في أسهمها. أيوة. ولا يحدث وراء كواليس أمور معينة لبعض الناس. اللي عايز يبحث عن الآخرة والنجاة يعني إيه؟ قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألها، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. صح. هي المشكلة أننا الآن يعني نستقل الكثير. لا نحن لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع، لأن الدنيا شغلتنا. أصبحت الأمور الغائية فيها دنيوية. ومن يتعامل بالربا هو خالد في النار. أنا كلام من عندي. جميل. يعني الآن أنا ليه وضع الآيات أمامي؟ بارك الله فيك. تفضل اسمع تعالى. جميل. نعم. بارك الله فيك. ولو أنا أستقرئ الآيات من كتاب الله أنا حدث لي شيء من الذعر. فزع. لما كل هذا الكلام بهذا المنطق الله ما لازم اقع في جزئيه من هذه الاجزاء كثير. الله سبحانه صحيح. فليه ما ليه وانا برر نفسي ليه ولا غيري ولا غير ما نشوف احسن تنطبق علينا ايه ولا لا. المشكله يعني انه فضلتك اعلم منا بكثير بكتابي. المشكله هنالك كثير من المشاهدين والمستمعين وانا منهم لا نعلم هذا الكلام.